كان في مفاوضات مع الأهلي قبل ما تروح الزمالك صح؟ صح. طب قول لنا، احكي لنا بقى المفاوضات، مين كلمك والدنيا مشيت ازاي؟ انا كنت ساعتها في كاس العالم، يعني انا ما كنتش، كنت في مقدونيا، كاس العالم في مقدونيا، كان بابايا بقى وكده هو في مصر، هم اللي بيتكلموا معاه وكده. بس انا كنت ما سمعتش لحد قوي، انا كنت في دماغي بس هروح العب فين اكتر او كده. كنت عايز العب في الزمالك، حسيت ان الفرقه احسن وهقدر اكسب معاهم بطولات اكتر، وقلت لهم يعني من هناك مضيت رغبتي ان انا عايز اروح العب في نادي الزمالك. بس انت اخترت الزمالك اصلا قبل ما يعني ما سمعتش قوي للاهلي، انا من كان في وانت دماغي هناك قبل ما تيجي، قبل ما تركب. انا اخترت من هناك، مضيت انا لوحدي هناك كده، طب ليه اضطريت تطلع في فيديو وتقول انت؟ عشان كانوا عايزيني تقريبا خلاص، مش عارف قوي، بس كانوا عايزيني اروح النادي الاهلي، او خلاص كانوا هيبيعوني النادي الاهلي في نادي الشمس. فمضيت اضطريت امضي في رغبة واطلع بفيديو واقول ان انا عايز اروح نادي الزمالك. بس يعني الشمس كان موافق على عرض الاهلي اكتر من عرض تقريبا كده، الزمالك انا مش تقريبا، عارف قوي بس يعني ده اللي فهمته. تقريبا فكان لازم تطلع تقول الرغبة عشان تحسم عشان الامور. اروح يبقوا عارفين ان انا عايز اروح نادي الزمالك يعني. طب تمام، انت خلاص هتلعب الموسم الجاي، هو اخر موسم مع الزمالك، ان شاء الله وهتروح كاليسي هروح كيلسي. كيلسي 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 هتروح كيلسي. ان شاء الله. انت ماضي من موسم تقريبا، فيعني انت قعدت موسمين بعد ما مضيت، ليه ما رحتش في ساعتها وشايف دي خطوة كويسة انك تمضي قبلها بموسمين، ولا كان المفروض تستنى مثلا ممكن يجي لك عرض احسن او حاجة؟ لا انا شايف انه ممكن يعني العرض ده الصراحه هو في وقتها كان هيبقى احسن حاجه ليا. انا ما اعرفش كيلسي دلوقتي كانت بتلعب فاينل تشامبيونز ليج مع برشلونه، اللي هو برشلونه كسبت عايزين كسبوا بينالتيز، بس الفرقه كويسه جدا، اكيد هتبقى خطوه كبيره ليا وحلوه. كان وقتها هم محتاجيني امضي، الا هيمضوا مع باك ليفت تاني، فخلاص قلت لازم امضي، ما ينفعش افوت الفرصه دي يعني. هما ما جددوش للباك ليفت اللي كان موجود خالص. لا ما جددوش. طبعا كيلسي وصل نهائي دوري الابطال ولعب برشلونه، كنت بتشجع كيلسي بقى ولا بتشجع علي زين؟ يعني مش عارف، بشجع الاثنين يعني. لا اكيد كنت بتشجع، كنت عايز مثلا، انت عايز تروح في فريق كسبان دوري الابطال مثلا، او لا ده انا كده لسه هنضم لهم فشجع علي بقى، كنت بتشجع مين بقى؟ والله كنت بشجع الاثنين يعني عادي، يعني يعني عايز مش يكسبوا، هتتضايق، عايزين مش يلعبوا كويس. هتضايق لو كيلسي كسب، ومش مش هتضايق هتتضايق قوي لو علي لسه يعني، كسب. انا لسه بقالي سنتين يعني، كان لسه هيبقى فاضل لي سنه، بس كنت عايز كيلسي اكيد تكسب وعلي زين يلعب حلو يعني. بس علي يلعب حلو بس كيلسي ياخد يكسب البطوله، يعني عشان تروح طبعا لما تروح بطل فرقه اوروبا تبقى حاجه تانيه بطل اوروبا يعني. يعني، مش بنوقع بينك وبين علي بس لا يعني. يعني كده كده مش فارق لي قوي، انا لسه انا مركز مع النادي يعني الزمالك.